النمسا تتحفظ إزاء استئناف المساعدات المالية للأونروا. منظمة العفو الدولية تنتقد سياسة إفقار اللاجئين وإسكات الصحفيين. وزير الاقتصاد يحذر من تأثيرات الانسحاب السريع من الغاز الروسي. النمسا تمنح 5 ملايين يورو مساعدات عاجلة للسودان. وثلث الأسر في النمسا تشعر بضيق مالي. وأخيراً فيينا في أعلى القائمة بأفضل رعاية للأطفال في النمسا. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. جدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ تحفظه بشأن استئناف تقديم المساعدات المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح شالنبرغ أن الأونروا تقوم بدور مهم في المنطقة، ولكن فيينا تحتاج لتأكيد وضوح ومصداقية توجه الوكالة قبل استئناف دعمها المالي. وفي تصريح خاص لإنفوجراد، استهجن السفير الفلسطيني لدى النمسا صلاح عبد الشاف القرار بقوله بأن التحقيقات لم تثبت صحة الادعاءات. ويأتي موقف النمسا عقب اكتشاف مقابر جماعية في مشفى ناصر في خان يونس فيها 300 جثة مكبلة الأيدي، بينهم نساء وأطفال، وبالتالي النمسا توفر حماية غير مستحقة لإسرائيل. انتقدت منظمة العفو الدولية نظام المساعدات الاجتماعية في النمسا ووصفتها بالمثقوبة، إضافة لنقص رعاية أطفال اللاجئين، وذلك في التقرير السنوي لعام 2023-2024. وطالبت المنظمة بمزيد من الإجراءات ضد العنف ضد المرأة، مع التركيز على مكافحة العنف وتقديم الرعاية للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم. كما أشار التقرير إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية على الصحفيين وتصرفات الشرطة في المظاهرات. ودعت المنظمة إلى تحسين حقوق المرأة وحرية التعبير وحماية الصحفيين وتوفير رعاية كافية للأطفال اللاجئين. أعرب وزير الاقتصاد النمساوي مارتن كوخر عن قلقه من التأثيرات الاقتصادية المحتملة لانسحاب النمسا سريعا من الغاز الروسي، كما خططت وزيرة الطاقة ليونورا جيفيسلر. وأكد كوخر أن الانسحاب السريع قد يلحق ضررا بالاقتصاد، وكانت أوكرانيا قد أعلنت نيتها قطع خطوط الأنابيب التي تمر عبر أراضيها بعد انتهاء عقد عبور الغاز في أوائل 2025. وفي ديسمبر 2023 كان 98% من واردات الغاز النمساوية من روسيا، وفي يناير 24 كانت 97%، وفي فبراير 87%. وتهدف جيفيسلر إلى حصة إلزامية من الغاز غير الروسي بموجب قوانين تنويع موردي الغاز. أعلنت الحكومة النمساوية تخصيص 5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية عاجلة للسودان عبر صندوق الكوارث الخارجية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوداني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وشدد بيان الخارجية النمساوية على أهمية عدم تجاهل هذه الكارثة، وحث على توفير المساعدة بسرعة وفاعلية، وتأتي هذه المساهمة كجزء من التزام النمسا بدعم السلام والاستقرار في المنطقة ومساندة الشعب السوداني في ظل الأوضاع الصعبة. ويعتمد 24.8 مليون شخص على المساعدات الإنسانية، ويعاني 2.9 مليون طفل من سوء التغذية الحادة. أشارت دراسة أجرتها شركة أبحاث السوق يوغوف إلى استمرار ضغوط الحياة المالية الشديدة على النمساويين، مما يؤثر على أنماط تسوقهم، حيث يلجأ المزيد إلى العلامات التجارية الأرخص. وأظهر المسح الحالي أن ثلثي المستطلعين يواجهون ضغوط مالية، وهو المستوى الثاني منذ ارتفاع التضخم في 2022، بالمقارنة
تعاني نسبة أعلى من الضغوط المالية في أسبانيا والمجر وصربيا، في حين تظهر الدنمارك والنمسا وسلوفاكيا ضمن البلدان ذات الضغوط المالية المتوسطة، وأجريت الدراسة في خريف 2023. أظهرت دراسة جديدة حول رعاية الأطفال في النمسا وضعا محبطا في ولاية النمسا العليا، حيث تصدرت المرتبة الأخيرة في توفير الرعاية مع وجود فجوة كبيرة في بعض الأحيان. وأشار التقرير إلى أن نصف الأطفال في الروضات لا يحصلون على رعاية تسمح لآبائهم بالعمل بدوام كامل، فيما تعتبر فيينا هي الأعلى في الملائمة، بينما تحتل النمسا العليا والنمسا السفلى المرتبة الأخيرة. وحثت وزيرة الأسرة سوزان راب على التوسع في الاستثمار في رعاية الأطفال، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية مستمرة في هذا الصدد. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.